الله يونت 4 التايتل بتاعها Have you ever traveled by plane? Have you ever traveled by plane? هل سبق لك ان انت سافرت بالطيارة؟ السؤال ده هيتكرر كتير معنا Have you ever يعني هل سبق لك؟ هيتكرر معنا كتير قوي في اليونت دي. ناخد كلمات lessons 1 and 2 snorkel والماضي snorkeled experience competition orphanage marriage. تعال نحل دي كده. The longest space was in England. It lasted for 90 years. Lasted for يعني استمر لمدة كذا. يبقى the longest a The longest marriage أطول زواج دام لمدة 90 عام. Can you tell me about your experiences in life؟ ممكن تحكي لي عن خبراتك في الحياة. Experiences in life. When I go diving لما بروح غطس in the Red Sea في البحر الأحمر I use a بستخدم إيه؟ snorkel. برضو ممكن snorkel هي معناها هي يتنفس بالأنبوب أو عدة الـ equipments الأدوات اللي بنعمل بها snorkel. عندي after their parents had died بعد ما والديهم ماتوا they were taken to live in a orphanage راحوا يعيشوا في إيه؟ orphanage اللي هو ملجأ الأيتام. Chinese food football match adventure tent camel list beach restaurant graph رسم بياني report تقرير half نص wedding party حفل زفاف move period point headache flat. معنى تاني لكلمة flat عايز لها synonym. flat يعني شقة. ايوة apartment. history تاريخ ride road ridden do does ده في المضارع الماضي did والتصريف الثالث done read 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 win won won swim swam swam forget forgot forgotten drink drank drunk. هنا الديفينيشنز عندي كلمة experience دي معناها تجربة في الحياة something that happens in your life حاجة بتحصل في حياتك. snorkel swim using equipment أو اللي انت تغطس باستخدام احدى المعدات that allows you breathe اللي بتسمح لك ان انت تتنفس while your face is under the water ووشك تحت المي. عندي هنا بقى ال words synonym و antonym. fewer زيها smaller وعكسها more. important زيها essential serious عكسها unimportant. longest tallest shortest different زيها unlike وعكسها the same. ال prefixes وال suffixes عندي هنا ese بتديني الصفة يعني Chinese Japanese okay Portuguese اللي هم البرتغاليين تقول Chinese الصينيين دي صفة جابانيز اليابانيين او ياباني صفة تمام. عندي ache كلمة ache او مش كلمة بقى اللي هو السافكس ache لما احطه مثلا مع ear واقول earache يبقى الم في الاذن. stomach ache الم في المعدة. toothache الم الاسنان. headache الم الرأس اللي هو الصداع. عندي هنا بقى حاجتين هفرق بينهم wait for wait to. wait for معناه ينتظر شيء
ينتظر شخص مستني. الأول مثل I'm waiting for أحمد، يبقى أنا أنتظر أحمد. I'm waiting for the bus، أنا أنتظر الباص. I'm waiting for the train، I'm waiting for the 6 o'clock train، أنا مستني قطر الساعة 6. I waited for you، أنا انتظرتك. But you were late، بس أنت اتأخر. Wait to يجي معاه المصدر بقى، خلي بالك، وهنا معناه برضو ينتظر. أن I've been waiting to know، أنا انتظرت أن أعرف. Who won the match، مين كسب الماتش. Wait to يجي معاه المصدر. Since بتيجي بمعنيين. Since ممكن تيجي بمعنى because، لأن أهو يقولي وفاء got sick، وفاء تعبت. Since she had eaten badly cooked food، منذ، مش هنا منذ بقى، لأن هي أكلت أكل إيه مطبوخ بشكل سيء. يبقى مثلا أقول I didn't go to school since I was ill، أنا ما روحش المدرسة لأن أنا كنت مريض. يبقى since أحيانا تيجي بمعنى because، ولكن since الاستخدام الأساسي والمعروف بتاعها بمعنى منذ، وبيجي بعدها جملة ماضي بسيط. since خلي بالك الحاجات دي بتيجي تكات كده في الامتحانات. since بعدها ماضي بسيط، since بعدها ماضي بسيط. We have been in Cairo، احنا كنا في القاهرة. Since you were born، منذ أن ولدت. بص بعدها إيه؟ Where، مضارع بسيط. I have waited for the bus since، ويجي بعدها اسم عادي بقى، since 6 o'clock، أنا مستني الباص منذ الساعة 6. Since دي بيجي بعدها دايما بداية فترة. يعني إيه لما نيجي ناخد المضارع التام بقى وناخد since، الفرق بين since و for هشرحه لكم وهتعرفوه كويس. نكمل بس دول. do the housework يعني يقوم بأعمال المنزل. make the food for يعد الطعام لأشخاص. travel by plane، ride a horse، play a musical instrument. it's important to المصدر، it's important to المصدر. it's important to study hard، من المهم أن تذاكر جيدا. it's important to sleep early، من المهم أن تنام مبكرا. the longest marriage، أطول فترة زواج. about an hour، هنا لمدة ساعة أو حوالي ساعة. on business، خلي بالك دي ناس بتتلخبط فيها، بيقولوا إن في رحلة عمل. on business، on business. finish on time، احنا عندنا حاجتين، on time و in time. on time يعني في الوقت بالظبط، in time يا قبله بشويه يا بعده بشويه. يعني انت معادك واحده، لو جيت واحده تبقى on time، لو جيت واحده الا خمسه، واحده وخمسه تبقى in time. اوكي. traveling by air، السفر جوا. about half the people in the class، حوالي نص الطلبه في الفصل. have a headache، عنده صداع. write a list of، يكتب قائمه. arrive on time، يوصل في وقته المحدد. get married، يتجوز. for a point in time، لنقطة زمنية. for a period of time، لمدة من الزمن. all of his life، طول حياته. go to a farm، يروح مزرعة. climb a mountain، mountain بننطقها كده قصيرة مش طويلة. all of his life، طول حياته. go to a farm، climb a mountain. sleep in a tent، ينام في خيمة. هنا reading، I asked the people in my class، سألت الناس في فصلي about their experiences، عن تجاربهم في الحياة. most people in the class have played a musical instrument، معظم الناس عزفوا على آلة موسيقية. not many people have ridden a horse، مش ناس كتير ركبوا حصان. or slept in a tent، أو ناموا في خيمة. even fewer people have snorkeled، برضو عدد أقل أو عدد قليل عملوا snorkeling. most people in the class have never traveled by plane، معظم الناس ما حدش فيهم سافر بطيارة. but حازم has traveled by plane 3 times، لكن حازم سافر بالطيارة 3 مرات. I also asked، أنا سألت كمان. have you ever، قلت لك خلي بالك من السؤال ده بيتكرر بقى طول اليونت معانا. have you ever يعني هل سبق لك. have you ever هل سبق لك، بتسأل حد عن تجاربه
قبل كده. Have you ever traveled abroad? هل سافرت للخارج؟ Have you ever swum in the sea? Have you ever bought a cell phone? تمام؟ Have you ever been to a football match? هل سبق لك ان انت روحت ماتش كورة؟ About half the people in the class haven't been to a football match. نص الطلبة في الفصل ما راحوش ماتش كورة. And about half the class have. ونصهم التاني راح. Talia or grandmother. Talia بتقول grandma. How long have you lived in this house? مدة قد ايه اللي انت عشتها في البيت ده؟ خلي بالك من الكلام ده مهم قوي. Oh, I've lived here since I got married to your grandfather. انا عشت هنا منذ ان تزوجت جدك. Really? حقا? How long have you been married to granddad? بقالكوا قد ايه متجوزين؟ قالت we have been married for 50 years. بقالنا 50 سنة. That's a long time. دي مدة طويلة. انت ايه عايزهم يتطلقوا ولا ايه? Yes it is. And we have known each other. احنا عرفنا بعض since we were 10 years old. لما كان عمرنا لسه 10 سنين. That's like mom and dad. ده زي ماما وبابا. They have known each other for a long time too. عرفوا بعض من مدة طويلة برضه. And I have lived in the same house since I was born. وانا عشت في نفس البيت منذ ان ولدت. Yes, your mom and dad have lived in that house. باباك ومامتك عاشوا في البيت ده. Since 2008, من 2008. Before that, قبل كده, they lived with me here for 5 years. قبل ما يجوا هنا في 2008 عاشوا معايا 5 سنين. Did they? فعلا. I didn't know that. ما كنتش اعرف. You have never asked me about it before. تتقلت لها ايه? انت ما سألتنيش اصلا قبل كده. جودي وداد بتقول له داد how long have you worked at the bank? كم المدة اللي انت اشتغلت فيها في البنك? I've worked there since we moved to Cairo. انا اشتغلت هناك منذ ان انتقلنا الى القاهرة. How long have you liked, how long have you lived in Cairo? المدة قد ايه اللي انت عشتها في القاهرة? We have been in Cairo. احنا هنا في القاهرة. Since you were born. منذ ان ولدتي. But we lived in a different flat then. بس كنا عايشين وقتها في شقة تانية. How long have you lived in this flat? معشت فيها قد ايه? Well, we have lived here for 10 years. عشنا هنا 10 سنين. So my brother Ahmed has always lived here. أخويا Ahmed على طول بقى عاش هنا. Yes, he's 9 now. أيوة هو عنده 9 سنين دلوقتي. So he has lived here for all of his life. هو عاش هنا كل حياته. Tourists have come to Egypt for hundreds of years. السياح بيجوا مصر منذ مئات السنين. To see the wonders of the ancient world. علشان يشوفوا عجائب العالم القديم. Such as the pyramids, مثل الأهرامات, temples, المعابد, and other monuments, وآثار أخرى. It is a wonderful experience. احنا قلنا experience يعني يا جماعة. تجربة. دي خبرة. It's a wonderful experience. تجربة رائعة for them. Tourists have also come to experience the wonderful natural world. جايين برضو عشان يجربوا يعيشوا في عالم الطبيعة الخلابة. Such as the desert. زي الصحراء. And the Red Sea. والبحر الأحمر. There are lots of activities to do by the Red Sea. في أنشطة كتير تقدر تمارسها بالقرب من البحر الأحمر. Some people love relaxing on the beach. ناس بيحبوا يريحوا كده على الشط يستمتعوا بالراحة. While others like doing something more exciting. بينما آخرين بيحبوا يعملوا حاجات أكثر إثارة. Like snorkeling زي الغطس بالأنبوب. Snorkeling has been popular for many years. ده بقى حاجة شائعة ومحبوبة من سنوات كتيرة. And people have come to Egypt to swim in the Red Sea for a long time. والناس بتيجي تعوم في البحر الأحمر من مدة طويلة. دهب has been a popular destination. كلمة destination يعني وجهة أو مقصد. مكان بتبقى أنت عايز تروح وجهة أو مقصد. يبقى
بيقول ان دهب دي مكان ايه ووجهة الناس بتروحها محبوبة جدا since the 1960s من الستينات. This is because the water here is among the best in the world for snorkeling. المية هنا بتعد من الافضل من افضل الاماكن للغطس في العالم. There are beautiful coral reefs, في شعب مرجانية جميلة. And there are some amazing sea animals, وفي حيوانات بحرية مدهشة such as this dugong and these lime fish. أنواع أسماك اهي. Have you ever been to Dahab? هل رحت دهب قبل كده؟ خلي بالك عشان السؤال ده في ناس ساعات ما بيفهموش معناه. Have you ever been؟ يعني هل سبق لك ان انت رحت كذا؟ Have you ever been to Italy؟ هل سبق لك ان انت رحت ايطاليا؟ Have you ever been to Alexandria؟ Have you ever been to the Red Sea؟ يعني هل سبق لك ان انت رحت كذا؟ Have you ever been snorkeling؟ هل سبق لك ان انت رحت snorkeling، غطس بالانبوب؟ هنا in summer I really enjoy space in the sea snorkeling، انا بستمتع بالغطس بالانبوب snorkeling. My wife and I زوجتي وانا have lived in this flat since our انا وزوجتي يبقى since our marriage، منذ زواجنا. My daughter is good at painting، بنتي جيدة في الرسم. She always wins art competitions، دايما بتفوز بمسابقات الرسم. Today all students، معكش الكتاب ولا انا؟ Today all students in my class are talking about their experiences online. النهاردة كل الطلبة بيتكلموا عن خبراتهم. Fadi has had A or M for about an hour. His head still hurts. Headache. عنده صداع لسه دماغه بتوجعه. I slept in a أنا نمت في A when I was in Siwa Oasis last month. Tent. خيمة. Tank. عارف التانك. تمام. Igloo اللي هو بيت التلج. Cabin اللي هي الكابينة. It's a place for looking after orphaned children. مكان بيعتني فيه بالأطفال الأيتام اسمه إيه؟ Orphanage، اللي هو دار الأيتام أو الملجأ. It's something that happens in to you in your life. حاجة بتحصل لك في حياتك. Experience، تجربة، خبرة بتمر عليك. Means to swim using equipment، إن أنت تعوم باستخدام إحدى المعدات that allows you breathe while your face is under the water. قلنا اسمها ايه؟ Snorkel. خلي بالك في فرق بين dive و snorkel. Snorkel انت بتحط وشك بس في المية كده تحت المية وبالايه؟ بالانبوب ده. لكن diving جسمك كله بينزل بتبقى معاك الاسطوانة بقى cylinder وبتنزل تحت خالص. ده الفرق بين snorkeling و diving. Snorkeling بيبقى وشك بس اللي تحت المية كده، تمام؟ لكن دايفنج جسمك كله. The antonym of the word different، عكس different similar، different مختلف similar مشابه. It's important that you arrive at school on time، مهم ان انت توصل مدرستك في الوقت المحدد. The synonym of important، نفس المعنى ل important، essential يعني اساسي. We add A at the end of the word head عشان تدينا to mean pain in the head. طبعا بنحط ache عشان تديني headache، ايوه اللي هو الصداع. We add ESE to China، بنحط ESE لتشاينا عشان تبقى Chinese، عشان تعملها ايه؟ China ده الاسم، احنا هنديها ESE عشان تبقى Chinese، دي صفة adjective. ليه؟ احنا بنقول Chinese people صح؟ Chinese man، راجل صيني، يبقى دي adjective صفة. وانا في الاول قلت لك وانا بديها لك قلت لك دي صفة. Fewer people، ناس قليلين، write with their left hand، بيكتبوا بايدهم الشمال، than with their right، بيكتبوا اكتر بالشمال عن اليمين. The antonym of the word fewer، عكس fewer. Fewer يعني قليل، يبقى more كتير. The room looks different with the new furniture،
الأوضة شكلها حلو بالعفش الجديد. The synonym of the word different. Synonym أيوة. Unlike. When we go shopping, we must make a. لما نروح رايحين shopping يبقى هنعمل إيه؟ List of things, قائمة للحاجات اللي هنشتريها. I enjoy watching space films. They are related to history. متعلقين بالتاريخ تبقى historical films. I have a difficult problem. عندي مشكلة صعبة. The word difficult here means serious. Yes. كلمة صعبة difficult زي serious خطيرة. He's not single. هو مش single يبقى ايه؟ married. Upset يعني ايه؟ لا التاني اسمها absent. Upset يعني غاضب منزعج. Upset اللي انت قلتها حلوة مروان على فكرة اسمها كده بقى. بص absent يعني غايب لكن دي اسمها upset يعني منزعج متضايق. We are going from Cairo to Luxor. Luxor is our. يبقى احنا رايحين من القاهرة للأقصر. يبقى الأقصر دي ايه؟ وجهتنا destination. المكان الذي تقصده او الوجهة التي تقصدها اسمها destination. ياسر always travels by air. دايما بيسافر عن طريق الجو. He likes traveling by plane. He didn't go to school yesterday since he was ill. That means هو بيقول لك he didn't go to school yesterday. ما راحش المدرسة since he was ill لانه كان تعبان. That means يا راجل because والله ما سمعت معلش. That means because he was ill. احنا لسه بنقول since يعني because. She is going to space married in spring. Get married in spring. يعني هي هتتجوز في الربيع. I'm waiting for the train for about half an hour. لمدة حوالي half an hour نص ساعة. It's important to المصدر. It's important to stay healthy. بص يا باشا مهمين قوي 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 قوي. اكتبهم بإيدك واحفظهم. Have your parents always lived in the same house or have they moved? هل باباك ومامتك عاشوا دايما في نفس البيت ولا نقلوا لمكان تاني؟ Yes, they have lived in the same house. أيوة عاشوا في نفس البيت. How long have you lived in your house? مدة قد إيه اللي عشتها في بيتك؟ I have lived there since I was born. عشت هنا منذ أن ولدت. How long have you studied English? كم المدة اللي درست فيها English? I have studied English since I was 7. درست الإنجليش من عمر 7. Has anyone in your family climbed a mountain? هل حد في أسرتك تسلق جبل? Yes, my cousin has climbed a mountain. أيوة ابن عمي تسلق جبل. Which people in your family have been to another country? مين الناس اللي في أسرتك سافروا بلد تانية? My father has been to England. Has been و has gone back. احنا قلنا بص شايف has been دي معناه انه راح ورجع. Has been to England يعني راح انجلترا وايه ورجع. طب لو راح ولسه مرجعش نقول has gone. يبقى انا لو قلت محمد has gone to Alexandria يبقى he is still there ولا he came back. Has gone to Alexandria. راح اسكندرية ورجع ولا لا ما رجعش. طالما has gone يبقى لسه هناك. لكن لو قلت محمد has been to Alexandria يبقى راح ورجع. يبقى has gone راح ما رجعش. Has been راح ورجع. Life experiences اللي هي التجارب اللي في الحياة بقى. Experience is something that happens in my life. حاجة بتحصل في حياتي. There are many things I have done. ده مهم عشان paragraph. في حاجات كتير او انا عملتها. I have snorkeled in the Red Sea. انا خلي بالك عشان الكلام بالمضارع التام وهقوم اشرحه اهو. I have snorkeled in the Red Sea. انا عملت ايه؟ snorkeling غطس بالانبوب في البحر الاحمر. I have been to a football match at Cairo Stadium. رحت ماتش كرة في استاد القاهرة. I have slept in a tent in the desert. نمت في خيمة في الصحراء.
I haven't played any musical instruments before. عمري ما عزفت على آلة موسيقية. I have traveled by plane twice. سافرت بالطائرة مرتين. I have never ridden a horse. عمري ما ركبت حصان. But I would like to. بس أحب أعمل كده. تعال باش أشرح لك المضارع التام. هنا هنتكلم عن present perfect. المضارع التام. Present perfect. Present perfect في الجمل المثبتة بيتكون من subject الفاعل بعديه has أو have وبعدين past participle أو التصريف الثالث. طبعا عارفين he, she, it والمفرد بياخدوا has, I, we, you, they والجمع بياخدوا have وبعدهم تصريف ثالث. بيبقى لهم اختصار have و has. has اختصارها apostrophe s وhave apostrophe ve. خلي بالك ان انت عندك has و have دول احيانا بيكونوا فعل اساسي في الجملة. لما اقول I have a car معناها ايه؟ انا امتلك سيارة. هاف هنا مش فعل مساعد، فعل ايه؟ اساسي. ساعتها ما تختصرهوش. لما يكون هاف وهاز فعل اساسي ما ينفعش نختصره. لكن لو كان فعل مساعد امتى يبقى فعل مساعد؟ لما يجي بعده فعل. هيجي اهو بص I have played جي بعده فعل يبقى ده فعل مساعد. والفعل اللي هيجي بعده لازم يبقى فين؟ في التصريف الثالث. وده اسمه present perfect مضارع تام. have او has وتصريف ثالث. بيجي امتى بقى المضارع التام؟ لما تيجي تتكلم عن اي حاجه حصلت لك قبل كده بس ما تقولش حصلت امتى. يعني مثلا انا لعبت كوره I have played football. انا لعبت تنس I have played tennis. انا زرت قرايبي I have visited my relatives. لكن لو انا قلت yesterday هنا يبقى ينفع الجملة دي تفضل كده؟ لا، كده هتعمل ايه؟ هتشيل هاف، هتبقى I visited my relative yesterday، هتتحول لماضي بسيط. لكن طالما بتتكلم مطلوق كده بالاخر يعني اللي هو من غير تحديد اي وقت يبقى تتكلم بالمضارع التام. طيب بيقول لك كمان تستخدم present perfect مضارع تام لما تعبر عن عدد الحاجات اللي انت عملتها. مثلا شربت كوبايتين قهوة يبقى اقول I have drunk، استخدمت مضارع تام او I have وتصريف تالت. I have drunk two cups of coffee. مثلا انا سافرت بالطيارة مرتين هقول I have traveled by plane twice. انا سافرت بالطيارة مرتين. لما تيجي تعبر عن حاجة حصلت في الماضي وما زالت مستمرة لحد دلوقتي زي ايه؟ لما تقول I have lived in Aswan since 2007. انا عايش في أسوان منذ 2007 ومعناه ان انت لسه عايش في أسوان. في حاجة كمان بيقولك لما تيجي تستخدم او تعبر عن حاجة حصلت في الماضي بس لسه الاثر بتاعها موجود لحد دلوقتي. يعني مثلا لما يقول لي my hands are dirty ده دلوقتي حالا انا ايديا مش نظيفة my hands are dirty. طيب ايه اللي حصل؟ I have mended my bike انا صلحت العجلة بتاعتي. بس ده فين؟ او حصل في الماضي I have mended my bike صلحت عجلتي. بس ايه اللي حصل دلوقتي؟ my hands are dirty. ممكن يقول لك ايه برضو؟ يقول لك it has rained heavily يعني الدنيا مطرت بغزارة. The ground is wet في المضارع هو the ground is wet. الارض ايه اللي حصل لها؟ مبلولة. ده اللي حصل دلوقتي. بس ايه اللي حصل في الماضي؟ it has rained heavily يعني الدنيا مطرت بغزارة. ده حصل في الماضي واللي لسه اثر وباقي لحد دلوقتي ان الارض مبلولة. يبقى دي استخدامات المضارع التام. بستخدم برضو النفي بتاعه في منتهى السهولة لان انت بس بتحط not تقول hasn't وايه وhaven't ما فيهاش مشكلة خالص. وطبعا برضو haven't وhasn't بعدهم تصريف تالت. طب تعال نروح للسؤال بقى ودي حاجة مهمة جدا ودي اللي يعني حاجات كتير او بيجي عليها اسئلة من السؤال بتاع المضارع التام. طبعا السؤال لما نيجي نتكلم عنه هنيجي نقسمه اتنين كالعادة question السؤال يا اما سؤال هيبقى ب question word بأداة استفهام يا اما سؤال بفعل مساعد اللي هو yes or no
question. طيب تعالى كده ناخد ال yes or no question. هيبدأ ب have أو has. أو أكتر سؤال في الدنيا متكرر هتلاقيه have you ever وتصريف تالي. هل سبق لك ده عشان تسأل حد عن تجاربه السابقة في أي حاجة. Have you ever traveled abroad؟ هل سبق لك إن أنت سافرت للخارج؟ Have you ever driven a car؟ هل سبق لك إن أنت سوقت عربية؟ Have you ever slept in a tent؟ هل سبق لك إن أنت نمت في خيمة؟ Have you ever, have you ever متكررة كتير. هل سبق لك؟ طيب has طبعا هيبقى بعدها he she it والمفرد. has she ever مثلا got engaged؟ يعني ايه engaged؟ married. engaged يعني اتخطبت. has she ever got engaged؟ هل سبق ليها انها اتخطبت؟ has she ever got married؟ هل سبق ليها انها اتجوزت؟ يبقى has she ever. هل سبق له هتبقى has he ever. has he ever snorkeled؟ هل سبق لي ان هو عمل snorkeling غطس بالانبوب؟ ده السؤال ب have او has. طيب السؤال بعد ده استفهام بقى. لما تسأل حد عن مدة how long have you been here، يعني بقالك قد ايه هنا. how long have you been here؟ هتقول I have been here since مثلا 2020. انا هنا منذ 2020. وده هيودينا فين بقى؟ هيودينا ل الكلمات الدالة على الزمن ده لأنها مهمة جدا. هقول لك أول كلمة بتدل على المضارع التام كلمة just. كلمة just معناها إيه؟ just للتو، حاجة لسه حصلة. just مكانها فين؟ just بص كده تقول I have just eaten pizza. أنا لسه للتو واكل بيتزا. بص just مكانها فين؟ have أو has والتصريف التالت وهي في وسطهم. مين دي؟ just معناها ايه؟ للتو. التانية مين؟ already معناها بالفعل. already دي لها مكانين في الجملة. اما زي just كده تقول I have already had lunch، انا بالفعل تناولت الغداء. ادي already مكانها فين؟ زي just ايه؟ بين have والتصريف الثالث. او ممكن ترميها في الاخر، ممكن تقول I have had lunch already. يبقى already لها مكانين، يا اما تجيبها بين have والتصريف الثالث، has والتصريف الثالث، يا اما ترميها في الاخر. عندي كلمة yet بعد او حتى الان، تقول مثلا دي بتيجي في السؤال وفي النفي. لما اقول لك مثلا have you finished yet، هل انتهيت بعد؟ have you finished yet. تيجي انت تقولي I haven't finished yet، انا لم انتهي بعد. يبقى yet بتيجي في اخر السؤال او في اخر الجملة المنفية. عندي ايه كمان؟ انا قلت just، قلت already، قلت yet. عندي since و for. خلي بالك بقى هنا معايا من for و since. فور يعني لمدة كذا، وسنس يعني منذ. بص بقى فور بيجي معاها الحاجات اللي ليها عدد، يعني ايه؟ بتتعد. فور وان سكند لمدة ثانية، لمدة ثانيتين. فور تو سكندز تمام. فور وان داي، فور تو دايز لمدة يوم، لمدة يومين. هنا سنس بيجي معاها اليوم باسمه، تقول سنس ساندي منذ يوم الاحد. سنس بيجي بعدها بداية الفترة. فور بيجي بعدها فترة كاملة او مدة. يعني انا لما اقول
منذ يوم الأحد هتقول since Sunday. لو كأقول منذ أربع أيام هقول four days. بص الشهور بقى, الشهور بتتعد ولا لا؟ لو انا عاوز شهر شهرين ثلاث شهور دي اسمها ايه؟ month, two months. يبقى two months هتيجي مع مين؟ تيجي مع four عشان دي بتتعد. لكن الشهر باسمه تيجي مع هنا, يجي مع since. تقول since January منذ شهر يناير, since April منذ شهر ابريل. الساعات لو حاجة بتتعد, لو هتقول بقالي خمس ساعات مستنيك, ست ساعات, الحاجات اللي بتتعد تيجي مع مين؟ four. يبقى تقول four three hours لمدة ثلاث ساعات. لكن هنا الساعة بقى لما يقولك الساعة ثلاثة بالظبط, هل دي لها عدد؟ خمسة بالظبط, لها عدد؟ خمسة ونص. الحاجات دي تيجي مع سينس. تقول سينس three o'clock منذ الساعة الثالثة. بص كمان هنا بتقول the last, وهنا بتقول last. يعني لو اقول مثلا the last two days اليومين الاخرانيين, لكن هنا تقول last two days. تمام. عندي كمان since بيجي بعدها ماضي بسيط, يعني تقول since he was young منذ أن كان صغيرا. I haven't met أحمد, I haven't met أحمد, أنا لم أقابل أحمد. Since he was young منذ أن كان صغيرا. يبقى since بيجي بعدها ماضي بسيط. فضلي ever و never, دول من الدلائل بتاعة المضارع التام. ever بتيجي في السؤال, تقول مثلا have you ever, have you ever slept in a tent, هل سبق ليك ان انت نمت في خيمة؟ بتجاوب تقول yes I have او no I haven't. never بتيجي فين؟ بتعمل نفي بس ما ينفعش, يعني هتقول مثلا I have visited Luxor, انا زرت الأقصر. لو عايز انفي الكلام ده اقول ايه؟ I haven't visited Luxor, او I have never visited Luxor. يبقى ever من الدلائل على المضارع التام بتيجي في السؤال, والنيفر بتيجي في النفي. ده الجزء الخاص بالمضارع التام, وهنحل عليه السيشن الجاي ان شاء الله. يبقى انت كده خدت الكلمات بتاعت 1 و2, المرة الجاية نسمعهم باذن الله ونحل التدريبات. When we finish we always say goodbye.